كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. توقف عبد العزيز أيت يحيى بشاحنته الصغيرة في سوق أربعاء الغرب. ركنها كما تعود على ذلك منذ عدة أعوام في نفس موقف السيارات. أحكم إقفال بابي مقصورة القيادة ثم تفقد البوابة الخلفية. ولما اطمأن توجه نحو الشارع الرئيسي. لوح بيده للحارس الذي صار يعرفه. مشى بضع عشرات الامتار حتى وصل شارع طارق بن زياد. في منفذ متفرع عن الشارع مطعم صغير يقدم الحريرة، لا شيء اخر سوى الحريرة وكسرة خبز. يتكون زبناء هذا المطعم الذي لا يوجد في الزقاق ما يدل عليه من السائقين المتمرسين الذين يتنقلون بين الدار البيضاء ومدن الشمال يحملون من البضائع أشكالا وألوانا. ومن حين إلى آخر يأتي إلى ذاك المطعم من يتأخرون في العودة إلى منازلهم، وهؤلاء أغلبهم من سكان القرى والدواوير القريبة من سوق أربعاء الغرب. في ذلك المحل الضيق الذي يفتقد إلى النوافذ الكافية للتهوية وضعت طاولتان من خشب رخيص الثمن لم يمسسهما طلاء، وقد منحتهما بقع الحريرة منظرهما المتسخ الذي هما عليه، وحولهما بضعة كراسي أرجلها من حديد. في عمق المحل الذي ينيره سراج يعمل بالغاز ما يبدو مطبخا، هو موقد للغاز وقدر كبير يبدو أنه لم يبرح الموقد منذ أن افتتح المطعم ذات رمضان قبل عدة أعوام. دخل عبد العزيز وكما تعود على ذلك توجه رأسا إلى تلك الجهة التي تصنف مطبخا. كان علي الطباخ واقفا بجوار القدر الكبير. ألقى إليه عبد العزيز بالتحية، طلب منه صحنا من الحريرة، ثم بدأ يبحث بين بضع خبزات صغيرة عن الأكثر طراوة بينها. فحصها كلها ثم عاد إلى واحدة وأخذها. حول إحدى الطاولتين جلس ثلاثة رجال لم يسبق له أن رآهم. ألقى بالسلام ثم اتخذ له مكانا عند الطاولة الأخرى. وما أن استوى على ذلك الكرسي ذي الأرجل الحديدية حتى جاءه علي بالحريرة، كان الصحن مملوءا عن آخره وغاصت فيه إلى النصف ملعقة من الألومنيوم. كاد عبد العزيز يفرغ من تناول ما طلبه لما دخل المطعم ثلاثة شبان. لما مروا بجواره اشتم رائحة الخمر تصدر منهم. كان أحدهم ذاك الذي دخل أولا يمشي مترنحا، الآخران كانا يتجادلان وقد ارتفعت أصواتهما بكلمات لا تفهم. لم يطل إليهما النظر، هو يعلم أنهما ربما يبحثان عن سبب مهما كان تافها للدخول في مواجهة مع أي واحد من الزبناء الذين كانوا في المطعم. ومع ذلك اقترب منه أحدهما، توكأ بيديه على الطاولة الخشبية ونظر إليه. حاول عبد العزيز أن يتجاهله وواصل مضغ قطعة خبز أخيرة. كان صحن الحريرة فارغا. ثم تكلم الذي كان يحملق فيه بلسان مثقل بالخمر: لماذا تنظر إلي؟ رفع عبد العزيز بصره. الذي أمامه وجه لم يحلق ذقنه منذ بضعة أيام، كان التسوس قد أدرك الجزء العلوي من أسنانه الأمامية. عاد ليتكلم، بصعوبة قال مرة أخرى: لماذا تنظر إلي يا هذا؟ كاد يضيف وصفا ولكنه لم يجد في ذهنه كلمة يقولها، وقد أضحك ذلك صاحبه الذي قهقه بتكلف لا يخفى. نهض عبد العزيز من مكانه، توجه إلى علي، دفع له ثمن الحريرة ثم انقلب يريد الباب. كان ذاك الشاب الذي ضايقه يقف حيث تركه، تجاهله وواصل خارجا. كان ظلام دامس يخيم على الشارع. مشى عبد العزيز في اتجاه شارع طارق بن زياد، كان يسمع وقع خطى من خلفه. لم يشك لحظة في أن ذاك السكير تبعه، لم يلتفت. ولما بلغ شارع طارق بن زياد أسرع الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته،
تفقد البضاعة كانت مكانها لم يمسسها أحد، ثم ركب، أدار المحرك، ثم أشعل المصابيح وانطلق مكملا رحلته إلى شفشاون. في المطعم انتظر الشابان أن يعود صاحبهما الذي تبع عبد العزيز عندما خرج، ولكنه لم يأتي. انتظر نحو من نصف ساعة ولكنه لم يعد، ولما كبر قلقهما نهضا وخرجا يتمايلان. كان الزبناء الثلاثة في الطاولة الأخرى يتابعون ما يجري، ولما نهض السكيران أتبعوهما نظرات لم يرافقها تعليق. ساد الصمت إلا ما كان من صوت غليان الحريرة في القدر الموضوع على الموقد الغازي. ثم فجأة جاءت من الشارع صرخة، عم المطعم صمت رهيب. بعد تردد خرج الزبائن الثلاثة الذين كانوا في المطعم. على بعد 50 مترا في ذاك الزقاق المظلم وقف الشابان ينظران إلى صديقهما، ذاك الذي تبع عبد العزيز. كان ملقا على الأرض وقد غطى جزءا من وجهه وعنقه دم غزير. قال أحد الشابين: قتله سائق الشاحنة، قتله سائق الشاحنة. لم تمض سوى دقائق حتى تكونت حول الرجل الملقى على الأرض حلقة من الفضوليين الذين تسللوا من الأزقة المجاورة. ثم حضر رجال الشرطة ووصلت متأخرة قليلا سيارة إسعاف. حمل الشاب الذي لم يكن أحد موقنا أنه مات. تم الاستماع إلى الذين كانوا في المطعم. أكدت كل الروايات أن الشاب الذي سيعلم لاحقا أنه مات توقف مطولا عند سائق الشاحنة. قال علي بائع الحريرة للمحققين إنه يسمى عبد العزيز. لا أحد علم بما دار بين الرجلين من حديث. وحده علي قال إنه سمع الشاب الذي قتل واسمه حسين الدعيدع سمعه يقول لعبد العزيز: لماذا تنظر إلي؟ وأكد أن سائق الشاحنة لم يرد عليه. لم يكن سرا موقف السيارات حيث يركن عبد العزيز شاحنته. توجه الباحثون إلى هناك. أخبرهم الحارس بأن عبد العزيز غادر موقف السيارات بشكل عادي بعد أن دفع أجرة الحراسة. طلب الباحثون من الحارس أن يبلغ الشرطة فور وصول عبد العزيز. كان يعلم أن الرجل سيعود من شفشاون بعد 2 أو 3 على أبعد تقدير. علم المحققون أن الشبان الثلاثة لم يكونوا يعرفون عبد العزيز سائق الشاحنة. هي حالة السكر التي كانوا عليها دفعت صاحبهم إلى التحرش بالرجل. الأقوال والشهادات التي تم الحصول عليها خلت مما يغني عن البحث في مسالك أخرى. حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي دليل ضد عبد العزيز. تبين من مصادر غير الشهود أن الشبان الثلاثة وقبل أن يحلوا بالمطعم أقاموا احتفالا على طريقتهم في أرض خلاء بأطراف المدينة، فقد كسبوا جولة قمار مع شبان آخرين واشتروا عدة قنينات من الخمر والجعة، ولم ينهضوا من مكانهم القصي ذاك إلا بعد أن استنزفوا كل القنينات. كان في تلك المعلومات ما يطرح فرضية أخرى، الانتقام مثلا. بعد 2 في حدود 7 مساء حل عبد العزيز أيت يحيى بموقف السيارات. ركن شاحنته كما تعود على ذلك، حي الحارس ومضى إلى المطعم يبتغي حريرة ساخنة. لما وصل باب المطعم تلقفه علي، قال له إن الشرطة تبحث عنه في قضية مقتل ذاك الشاب الذي كان يتحرش به في المرة الأخيرة التي مر بها بالمطعم. لم يكن لديه مجال لتفكير عميق. عاد أدرجه مسرعا الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته وانطلق مسرعا. لما حضرت الشرطة إلى المطعم لم تجد له أثرا. قال علي إن الرجل أطل من الباب وعاد. قال إنه ظن أنه نسي أن يأتي بشيء ما من الشاحنة. كان ما قاله علي دليلا على صدق ما أبلغ به حارس موقف السيارات. في تلك الليلة لم يتوقف عبد العزيز بأي مدينة حتى وصل الدار البيضاء. مضى مباشرة إلى الشركة التي يعمل لها، أودع السيارة في مرآبها وانصرف إلى منزله.
في سوق الأربعاء كان الباحثون يتبعون المسلك الآخر، واهتدوا إلى أولئك الشبان الذين خسروا ليلة مقتل حسين الدعيدة. كان أحدهم ويدعى ولد الجلالي أكبر خاسر في تلك الليلة، ولم يستسغ أن يمضي الثلاثة الذين ربحوا جولة القمار إلى الاحتفال بانتصارهم. من أبناء الدوار الذي ينتميان إليه من يذكر حسابات قديمة بين الشابين كانت امتدادا لمنازعات بين عائلتيهما. كان طبيعيا أن يسعى المحققون إلى الوصول إلى هذا الشخص ولد الجلالي، لم يكن صعبا الوصول إليه، كان في حالة سكر واضحة، ولعل ذاك ما جعله يعترف بسلاسة غير منتظرة، بل ويبدي نوعا من الافتخار بأنه ثأر لنفسه وعائلته، لأن الدعيدع كان يدعي أنه استطاع أن يربط علاقة غرامية مع شقيقة ولد الجلالي. أضاف أن جولة القمار كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وقد استغل حالة السكر التي كان عليها الثلاثة، ورأى في تحرش الدعيدع بسائق الشاحنة فرصة لإبعاد كل شبهة. رآه يخرج من المطعم يتبع السائق ويهمهم بكلام غير مفهوم، لحق به بينما واصل السائق طريقه لا يلتفت، أمسك به من الخلف ورسم على عنقه خطا غائرا، أرسله واختفى في الظلام. رأى الفضوليين يأتون إلى المكان بعد تلك الصرخة التي أطلقها صديقاه. مرت عدة أسابيع، تم الإمساك بالسائق عبد العزيز أيت يحيى، تم الاستماع إلى إفادته التي أدرجت ملف القضية وأخلي سبيله.